مساء الخير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمه. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من حلقتنا. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض مهارات جديده، وصفات بناء على طلب حضراتكم طلبتوها، يا رب تنول اعجابكم. هنبدا اول وصفه بوصفه لطيفه جدا. انتوا عارفين الكبيبه انواع، طبعا اكيد احنا كلنا عارفين الكبيبه المتعارف عليها اللي بنعملها من اللحمه، وبتبقى حشو اللحمه المفرومه، وبيبقى في منها الكبيبه الصينيه، وفي منها انواع كتير في بلاد الشام اكيد، وفي سوريا وفي لبنان وفي الاردن، ومشهورة جدا. النهاردة احنا هنعمل بقى يعني ايه جزء كده، هناخد البرغل الجميل ده وهنعمل كبيبة البطاطس، هنحشيها كده ميكس بينهم، ودي برضو جميلة وموفرة، نقدر نحشيها بأي خضروات موجودة عندنا. تعالوا نقول بسم الله ونقول الوصفة ونشوف هنبدأ فيه. عندي نص كيلو من البرغل الناعم، ده لو هنعمل كمية، نص كيلو من البرغل، وعندي كوباية ونص مية بنقع فيها البرغل ده، وبعدين بصلة مبشورة، بطاطستين مسلوقين ومبشورين أو مهروسين زي ما حضراتكم تحبوا، معلقتين كبار من الدقيق أو من النشا، معلقة كبيرة هريسة ودي اختياري، وعندي كمون وملح وفلفل. اللي عايز يضيف أي توابل تانية زي السماء، زي البهارات، زي الكباب الصيني، مفيش مشكلة. طيب أنا هحشيها إيه؟ أنا النهاردة هعملها حشوة يعني مختلفة شوية. عندي سبانخ، وعندي طبعا بصلة مفرومة، وعندي فلفل أحمر مفروم، مش شرط يكون حار، يعني مش مقياس، ممكن يبقى فلفل رومي او فلفل قرون ولكن مش حار. عندي كوبايه من الرمان، وعندي زيت زيتون، وعندي دبس رمان، واللي عايز يضيف فصين ثوم ممكن يضيف فصين ثوم، مفيش اي مشكله. عايز يضيف اي توابل او خضروات اخرى، يعني ممكن مع السبانخ دي احط مثلا عودين من السلق، عودين من الكزبره الخضراء، زي ما حضراتكم تحبوا. هنبدا نقول بسم الله بقى ونشتغل في الوصفه دي. طبعا البرغل اول حاجه بعمله ايه، بنقع البرغل شويه مش قبل الشغل بكتير. برضو النصيحه دي مهمه لاصدقائنا اللي بيستخدموا الكبيبه وبيحبوا يعملوها. البرغل ما بننقعوش فتره طويله. امتى بقى بستفيد من البرغل ده؟ لو انا عندي مفرمه، لو انا عندي المفرمه هفرم في المفرمه، هينزل عندي الكبيبه جميله جدا انها بتاخد وشين. وعاده البرغل ده حتى لو هو فيه شويه كده ماسك نفسه بينزل في المفرمه، هتلاقوا لونه بيض شويه، يعني الكبيبه ما بقتش كلها لحم. حتى تلاحظوا لو المحلات السوريه بنلاقي الكبيبه لو مجمده او احنا قبل ما بيحمرها بتلاقوا لونها ابيض كده، ما هواش لون اللحمه زي ما احنا بنعملها في البيت، بتبقى لحم واضافه شويه برغل، يعني فاهمين قصدي. فهي لو في المفرمه تمام، هم عاده بره بيعملوها في المفرمه على طول، لكن احنا هنا بقى هنستخدم الكبه، واللي متاح عنده مفرمه هتبقى رائعه، بس مش هحط البطاطس في الكبه او مش هحط البطاطس في المفرمه عشان ما تعملش عرق وتمط. طيب هنبدا كده بسم الله، وهاخد اول حاجه طبعا البصل، وهاخد الملح والفلفل، هحط كده. بصوا عايزه اقول لكم الكبيبه دي او الكبه دي اكله شرقيه عربيه، يعني مشهورين بيها طبعا سوريا ولبنان والاردن وفلسطين والعراق، كل واحد بيحضرها بالشكل اللي يريحه، وكل بلد ليها طبعا اكيد مذاق وطعم مختلف جدا، لكن اشهر واحده هي الكبه الحلبيه اللي احنا كلنا عارفينها، من اجملها، من اجمل الانواع الكبات يعني كده. بصوا تعالوا بقى نعمل ايه بقى هنا كده، هشيل كده. تعالوا بينا بسم الله الرحمن الرحيم. انا حطيت البصل، هاخد البرغل ده، اسمحوا لي اصفي بس الميه بتاعه البرغل ده. طبعا انا لو جايباه اكياس تمام، الاول هديله كمان شويه من التوابل، يعني ايه هعصره جامد جدا، هعصره جامد جدا كده بايدي. انا نقعاه مثلا تقريبا اخد ايه تلت ساعه قبل ما اشتغل فيه. لما بعمل كمان التبوله، لو انا مش هستخدم التبوله دي في ساعتها اكلها كسلطه، بروح حاطه البرغل ناشف جاف، وبعتمد على ايه بقى، بعتمد على السوائل اللي بتنزل على الدريسنج بتاعها، هي زيت الزيتون وعصير الليمون والحاجات. تعالوا بقى نتكلم عن البرغل. البرغل طبعا ليه فوائد كتير، لانه مليء جدا بنسبه كبيره من الالياف، وبيدي احساس بالشبع، وطبعا سعراته الحراريه مش كتيره، قليله، ف بيستخدموه كتير ناس في الدايت مكان الرز والمكرونه ومكان الخبز كمان، لان هو كمان بيظبط نسبه السكر في الدم بشكل كويس.
وكمان في نسبه حديد وزنك عاليه جدا ونسبه بوتاسيوم وبيقوي المناعه بشكل جميل. فهو جميل ان احنا ندخله في اكلاتنا، يمكن احنا مشهور بيه بس كم وصفه، احنا محتاجين ندعم الوصفات الحلوه دي وندخل البرغل معانا في سلطات وفي حاجات جميله نعملها. تعالوا بقى هاخد كده شويه من الدقيق، معلقه هريسه ودي اختياري برضو، ومعلقتين الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي عايز يضيف اي توابل تانيه يضيفها براحته خالص. كده انا حطيت على البصل كده، وهاخد هنا معلقه واحده وهحط الثانيه لما اجي اشكل الايه العجينه بتاعتي. بسم الله. بصوا بضربهم ضربه حلوه مع بعض لما يبقى زي المعجون كده. هقلبها بس تقليبه كمان، اسمحوا لي كده بالراحه. بسم الله، عشان ايه الكميه كلها تختلط. وتعالوا ناخد معانا ام اسلام. يا صباح الفل، اهلا اهلا حبيبه قلبي. صباح الفل يا ام اسلام حبيبتي، اين انت؟ طب ممكن تكلمينا تاني يا روح قلبي، عايزه اسمع صوتك. شايفين تبقى زي المعجون كده، علشان ايه؟ اعرف اخلطها مع البطاطس اللي انا هخلطها وهحط معاها معلقه. بصوا عامله ازاي، اخر ضربه. الريحه طبعا حلوه لان البصله اتنكهت معاها الكمون معاها الملح والفلفل. اللي عايز يحط قليل من السماق او البهارات او كباب الصيني. تسلم ايديكوا والله ما شاء الله. تعالوا بقى كده، بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد بقى، ورجعت لنا حبيبتي ام اسلام. يا صباح الفل، صباح الهنا حبيبه قلبي. يا روح قلبي انت عامله ايه يا حبيبتي؟ عاملين كوبيبه بالبطاطس. ما انا مستنيه الغدا بقى، الغدا عندك النهارده. يا نور عيني، وانت لما تيجي اجيب لك كوبيبه بالبطاطس اجيب لك ايه بقى؟ اجيب لك حاجات حلوه كلها. حلوه والله، الله يسعدك. حاجه مني جميله حبيبه عمري. ربنا يسعدك. طبعا اجمل حاجه موضوع الكوبيبه ده، مش قادره اقول لك. طبعا طبعا انت علمتيني البرغل ايه بالظبط اللي انا اجيبه. ايوه فعلا، من ساعه ما جبته وهو بيظبط معايا، مش قادره اقول لك قد ايه حبيبتي. بجد انت يعني فضلك كبير قوي، علمتيني حاجات كتير قوي. حبيبه عمي، هذا من فضل الله وحده والله، وذوقك واخلاقك العاليه. بس ربنا يخليك يا حبيبتي. حبيبتي يسعدك ويحسن ما بين ايدك يا رب. امين. احنا وانتم كل السامعين يا رب العالمين. يبارك لك، ربنا يخليك يا حبيبتي. حبيبتي اشكر قناه الاهلي وهي فعلا على راسنا من فوق، ان جابت احلى شيء في الدنيا. يا رب يخليكي ويعزك يا روح قلبي على راسك. سلامي لكل كرور برنامج. يوصل يا روح قلبي، تسلميني. ما تحرمش منك ابدا يا ام اسلام. انا منك يا حبيبتي. ربنا يصبحك بكل خير. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بصوا بقى، حطيت كده المعلقتين الكبار الدقيق، وحطيت البطاطس، بطاطسيه مهروسه او بطاطستين زي ما تحبوا، على حسب بتحبوا نسبه البرغل اكتر زي ما انا عامله، والبطاطس او تحطوا معاها النشا. وينفع دقيق رز لو عايزين، اذا موجود عند حضراتكم. تبقى بقى كده جميله مفيده ولطيفه. اللي عايز يحط مكان ده دقيق شوفان يحط، مش شرط يكون دقيق ابيض يعني اقصد فيه بدائل كتير لحضراتكم تتناسب معانا لو عايزين نعمل الوصفه دي بشكل جميل ومختلف. بصوا بقى تبقى العجينه حلوه ازاي. طبعا المفترض، واي كبه او كبيبه في الدنيا لازم تسقع، يعني بتدخل مرحلتين. مرحله دلوقتي ترتاح نص ساعه في الثلاجه،
وبعدين ابدا اشتغل فيها. فانا لما هشتغل فيها هاخدها ابدا اشتغل بيها اللي هو ايه، تبقى كوره كده. ببدا بقى اعمل كده، وطبعا لازم يبقى عندي هنا شويه ايه زيت كده خفيفه او ميه، الاثنين ينفعوا. خلاص انا هجيب بقى برده بوله صغيره كده احط فيها هنا قليل من الماء، بسم الله، عشان الميه دي كمان بتبقى الميه ساقعه، يعني يفضل لو في تلجتين وساحوا انا اشكل بيهم الايه الكوبيبه بتاعتي. حلو كده على خفيف خالص، هي كده لازم تبقى متماسكه اهي اهي. بصوا على حسب بقى الحجم اللي حضراتكم عايزينه. يا روح قلبي، انواع الكوبيبه كتير، يعني الكوبيبه النيه دي جميله جدا، بس طبعا ليها محبيها، برضو بتتعمل من البرغل واللحم الاحمر من غير دهون خالص، ودي هنحط فيها الحشو، يتحط فيها مكسرات طبعا. انا هسيب الكوبيبه دي شويه او العجينه دي احطها في الثلاجه شويه، وهشتغل مع حضراتكم الحشو، اسيبها ترتاح كده 5 دقائق، وبعدين ايه نبدا نشتغل فيها في الحشوه مع بعض. خليني احطها هنا، بسم الله، وتعالوا بقى ايه نعمل الحشو. انا سخنت الباين هنا، وهنحط شويه زيت صغيرين، ينفع زيت زيتون طبعا هيبقى جميل جدا. وهاخد كده بسم الله البصل، طيب احنا بقى اوكي هنعمل بس انا كده وضحت لحضراتكم هتتحشي ازاي وتتشكل الشكل الجميل. طبعا رشه الملح والفلفل مع البصل مهمه جدا اهي، هنحطهم دلوقتي، رشه ملح وفلفل، نقدر هنا نحط برضو رشه من البهارات. طيب انا دلوقتي هشوح البصل الجميل ده، هستنى عليه بس شويه، مش هحمره جامد يعني، وهستسمح حضراتكم ان احنا نطلع الاستراحه، ونرجع بعد الاستراحه نستكمل وصفتنا في انتظار حضراتكم. ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه بعد الاستراحه. بصوا بقى انا عملت ايه، ادي السبانخ، طبعا دي سبانخ فروزن يعني مجمده، اخدتها وسبتها تهدى وتفك، وبعدين عصرتها كويس قوي عشان السوائل. وبعدين انا عايزه الوصفه تبقى جافه، حتى لما هنعمل اللحمه لو احنا بنعمل الكوبيبه اللحم يعني، هنبقى الوصفه بتاعت اللحمه المفرومه لازم تكون لحمه احمر خالص، ولازم كمان تكون حط بس فص ثوم معاها عشان السبانخ بتحلى بالثوم، واللي مش عايز يحط ثوم فريش يحط ثوم باودر ما يجراش حاجه، بس بما اننا عاملين حاجه يعني ايه فيها خضروات. حضراتكم اهم حاجه ان تبقى الوصفه او الحشو بتاع اللحم كمان نفسه اللحمه المفرومه يكون ايه جاف يعني نصفيه. طيب هاخد كده من الفلفل الاحمر معلقه، طبعا السبانخ دي انا عارفه ان يختلف عليها ناس وقد يتفق عليها ناس، ناس تحبها وناس ما تحبهاش، لكن هي مهمه جدا، فيها نسبه حديد عاليه ومهمه للانيميا وللاطفال، وغنيه جدا بحمض الفوليك اسيد، وبتعزز كرات الدم الحمراء جدا. وعايزه اقول لكم ان هي بتساعد كمان في نزول الوزن، ان في ناس كتير قوي فيها نسبه بوتاسيوم حلوه، وده بيمنع تضييق الشرايين فمفيده جدا، وفيها مضادات اكسده كويسه جدا جدا. وتقدروا تعززوها بقى باي حاجه من الخضروات المحببه، يعني عايزين تغيروا طعمها حطوا ريحان فريش، حطوا زعتر فريش، غير ان هي كمان تعرفوا نقدر ندخلها في حاجات كده فطاير جميله. بصوا وممكن بقى تدخل في وصفات للشعر، تخيلوا تدخل بقى السبانخ دي وتتضرب في الخلاط مع زيت الجرجير او شويه جرجير ويصفوها ويعملوها للشعر زي ماسك، وبعد نص ساعه ساعه يتغسل. الجرجير بيطول الشعر جدا وبيلمع الشعر قوي، فهي حاجات جميله جدا طبيعيه للناس اللي بتحب الوصفات الطبيعيه. بصوا بقى انا الوصفه او نشفتها ازاي لدرجه انها ما فيهاش اي سوائل، وده المهم عشان لما اجي احطها في الكوبيبه ما تبقاش ايه تبوظها لي وتتفك مني. هفتح كده احط بقى الجزء ده كده في البوله عندي عشان ابردها، هنقلها هنا. بصوا كده بسم الله كده، وبعدين هضيف شويه كده من الرمان الحب، وهاخد معلقه واحده من دبس الرمان،
معلقه صغيره. دبس الرمان ده كمان، بصوا قال لك التكييف، بس دبس الرمان ده، الرمان ده بيتعمل بيه ماسكات للشعر، بيتعمل دريسنج على سلطات كتير جميله، حط جوه الكوبيبات بيدي طعم وتيست، حط مع ورق العنب مع بعض المحاشي، في ناس بتحبه. وبيتعمل من الرمان الحب اللي حضراتكم شايفينه الفريش ده، واحنا نقدر نعمل ده في البيت بكل سهوله ان شاء الله. الرمان ده ماسكات ومشروب، هو مهم جدا كمان، بيدعم كمان المناعه جدا. يعني لو عملنا الرمان ده مع مثلا الفراوله، او الرمان ده عملناه مع البنجر، بيبقى رائع. طيب هبدا بقى انا هوري حضراتكم بس كده ايه اللي احنا كنا مجهزينها. بصوا كده، هي طبعا لازم تسقع، اهم حاجه احنا اتفقنا انه لازم تكون ساقعه، علشان كل ما هتبقى ساقعه كل ما هتتشكل معايا اسرع واحسن وهتتماسك اكتر. خلاص هعمل كده، وهاخد بمعلقه صغيره قليل من الحشو اللي فيه دبس الرمان والرمان والخضره الجميله دي اهي، من الحاجات اللطيفه جدا، مختلفه بس حلوه، طعمها حقيقي حلو. وهنبدا نديها الشكل بتاعها من الناحيتين، في ناس تحب تعملها من ناحيه واحده وفي ناس تحب تعملها من الناحيتين. طبعا الميه اتفقنا انها تبقى ميه، يا دوب انا بمسح مسحات خفيفه كده عشان تديني الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. شايفين طبعا هي مش متماسكه دلوقتي، انها لسه يعني ايه الخليط دافي، شايفين كده اهو. نعمل بقى البوز بتاعنا ده كده، وهنا اهي خلاص. وتفضل بقى افضل انا اظبط ده كده بايدي في الميه الساقعه كده، مسحات خفيفه لحد ما اديها الشكل بتاعها. وبعد ما بشكلها انا بدخلها الثلاجه، لو انا هستخدمها بعد نص ساعه ساعه الثلاجه كافي، طب لو انا هخزنها يبقى في الفريزر. هوري حضراتكم برده بيبقى شكلها ازاي لو هي في الفريزر. خلينا نوريكم كده واحده هنا في الطبق اهي، لو هي بقى في الفريزر هنشغلها، هنحتفظ بيها وهنعمل بينها كده لايرز من الورق الزبده او ورق الايه الاكياس الثلاجه. بصوا كده لما بطلع الكوبيبه ايا كانت لحمه او اي نوع كوبيبه من الفريزر على القلي مباشره، ما بنتظرش عليها. ليه؟ علشان لو سبتها تهدى بره هتشرخ وتفك منك وتفتح في الزيت، وهتستغربوا جدا تقولوا هي ليه فتحت. هنا ده سخن، طب خليني بس انقله كده بالايه قليل من التيشوز. بسم الله، هاخد دي هنا عشان انا هنا النار عاملاها دبل. بسم الله، هنعلي بقى الزيت. الزيت في الاول لازم يكون متوسط، بمعنى يعني انا مش عايزه الزيت يبقى حامي قوي فهي تاخد لون سريع جدا من بره ومن جوه لسه ايه ما استوتش. انا عايزاه متوسط، متوسط الحراره. هجرب كده في حاجه صغنونه من اللي فيها عجينه البرغل، لا لسه طبعا هو ما سخنش، فانا هسيبه هنا يسخن وياخد حريته، وبعدين نبدا نشتغل فيها. يبقى احنا اول مرحله الحشو ده لو اتبقى منه عند حضرتك وساي انت مش عامله غير كميه مثلا محدده، احتفظي بيه في الفريزر مش هيجرى له اي حاجه. الكوبيبه او العجينه بتاعتها بصوا جميله ازاي، نسبه البطاطس فيها للبرغل معتدله جدا، احنا مش حاطين فيها لحم. الحشو ده تقدري تخليه لحمه، تقدري تخليه فراخ، تقدري تخليه خضروات جميله زي اللي احنا عاملينها كده، زي ما انت عايزه. بصوا الزيت هوريكم انهي مرحله اللي يبدا فيها. طبعا اول ما بتطفو على السطح نعرف ان الزيت حرارته بقت كويسه مظبوطه، نبدا نضيف فيه حبات الكوبيبه، ولما يسخن قوي هدوا النار علشان تقدروا تعملوا لو في رصه ثانيه تبقى اللون بتاعها يفضل محافظ انه ذهبي وجميل. هنعمل بقى وصفه ثانيه كانت اتطلبت مننا، بس ما دام منال كانت طالبه مننا كمان بعدها، كنا احنا حطينا المنيو الطعميه السوري اللي بالحمص، يا مدام منال هنعملها ان شاء الله. احنا النهارده هنعمل الايه اللي هي المصريه ان شاء الله، وهننزل مقاديرها عشان خلوا بالكم كمان الطعميه المصري دي انا هقول لكم عقودتي فيها فين وانتوا تعرفوا. طبعا يعني ناس كتير بتاكل الطعميه بره وخلاص اتعودت ويقول بتنزل في الزيت وخلاص. طبعا غلي الزيت اكتر من مره ده مش صعب، لانه كميات الزيت اللي بيعملوا فيها اكيد مش هيغيرها كل يوم، ده استحاله. تاني حاجة الخضرة، يعني معدية مرة كده والله بالصدفة، كنت نازلة بدري جدا وقبل ما يبدأ الراجل، بس مش كل الناس بتعمل كده، في ناس محترمة وفي ناس عندها ذمة وفي ناس بتغسل الخضرة دي كويس. واحد بس بيغسل الخضرة فقط، أي حاجة تخص الشغل في المحل ده
في حد مختص بيها بيعملها على اكمل وجه، وفي ناس ما بتهتمش. فالحقيقه انا لما شفت المنظر مسك كل ربطات الخضره وراح منزلهم في جردر، شطفهم كده ونطرهم وراح مقطع على طول. اتصدمت يعني، قلت يعني ده احنا المفروض في البيت يعني، ده احنا كده تعالوا بقى ايه، انا لو دي مسكت في بعضها هسيبها تفك في الزيت. بسم الله. بس انا عايزه معانا هبه، ناخد هبه. يا صباح الفل. ازيك يا شيف عظيم؟ اهلا بيكي. صباح الفل. ازيك يا روح قلبي؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله حبيبه قلبي بخير. اخبارك ايه كده؟ وايه الحاجات الحلوه دي؟ حلوه السبانخ الجميله دي جميلة. يا رب يسعدك حبيبتي، فكرتها حلوه قوي يعني، تخلي الاولاد يحبوها اكتر. حبيبتي ربنا يبارك فيك. عندي ما بيحبوش السبانخ قوي، كل ما اعملها يقول لي مش عايزين ناكلها. ما ممكن تخلطيها بحاجه ما يحسوش طعم السبانخ يعني، ادعميها بقى بريحان، باي حاجه من الحاجات الجميله الورقيه، بورق نعناع، براحتك. حلوه جميله والله حبيبتي، الريحان دي حلوه احطها لهم برضه. تسلم يا حبيبه قلبي، طعم احلى يعني. اكيد يا روحي، تسلمي لي حبيبتي. برضه جميله، ربنا يبارك فيك يا رب. الله يسعدك. حلوه دي وما يحرمناش منك ابدا. امين، ولا يحرمني منكم ابدا. اعمل تهنئه اهداء برضه كده، كل سنه وانت طيبه وعيد ميلاد اختي منال ربنا يبارك فيها. كل سنه وهي طيبه يا روحي. وهي طيبه وانت طيبه وكل الناس طيبين يا رب. عقبال مليون سنه يا منال. والله بجد ربنا يديم بينكم دايما المحبه حبيبتي يا رب، والوصال دايما. ربنا يكرمك يا رب. تسلمي لي يا هبه، في حفظ الله يا روح قلبي، وانتي طيبه يا روحي بالصحه والسلامه. شكرا ليكي حبيبتي، سعيده يعني. تبادل التهنئات ده حاجه جميله، والمحبه دي حاجه حلوه، مش بس بين الاخوات وبعض، كمان بين الناس وبعض، بين الجيران وبعض، بين الاصدقاء، بين الناس في العمل. ساعات كده الواحد، انا يمكن بعتبر انه الفتره اللي بالعشره مش هي بقت الأساس إن الواحد يحكم على الأشخاص اللي بيصادفهم في حياته، لأنه ممكن يكون بيصادف ناس عشرة طويلة لكن ما جمعوش بينه وبينهم مواقف تخليه يعرفهم أكتر أو يشوفهم على حقيقتهم أكتر. الناس اللي بتبقى علاقتك بيهم بتحكمها المواقف هي أقوى بكتير، حتى لو كانت من فترة قصيرة قد كده، لأنه بيبان فيها طبيعة الإنسان وأخلاقه وأسلوبه في التعامل مع المشاكل. ودايما ما بيبانش بشخص إلا في الاختلاف يعني، دايما ما بيبانش إلا لما نختلف أو نزعل. ممكن نختلف بس مش بالضرورة نزعل من بعض ونتخانق ويبقى في قطيعة يعني ممكن نختلف بس تبقى كل واحد محتفظ برأيه ويقول ده للتاني بشيء من الهدوء ومن الحب برضو يعني. فأتمنى يا رب إن دايما الجيل الجديد يتعلم الحاجات الحلوة دي. تعالوا بقى، الكوبيبه بدات اهي، هبدا بقى ايه اسمي الله. خلوا بالكم ما بحطش كتير لان هي مجمده، فالتجميده دي بتبرد الزيت شويه، فانا عايزاها ما تشربش زيت برضو يعني، انا مش عايزاها. طب في حل تاني ان احنا ما نحطهاش في الزيت؟ طبعا انا اقدر اجيب البخاخ، واعتقد دلوقتي نقدر نجيب البخاخات كده بتتباع بلاستيك، ونقرا بس ان تحت تكون اللي هي رقم 5 عشان تبقى صالحه. حط فيها شويه زيت زيتون او زيت عادي، هرش على الكوبيبه كده واحطها على ورق زبده على صاج واحطها في الفرن، ومش بالضروره تطلع اللون القوي اللي حضراتكم هتشوفوه. بص هو ليها لون كده، انا مش عايزاها توصل يعني للدرجه قوي للون ده. ممكن تخلوها، وممكن اللي عنده اير فراير وعنده امكانيه انه يستخدم اللي هي القلايه الهوائيه دي اللي هي بتبقى من غير زيت، يا دوب يرش رشه زيت ويسيبها، بتطلع رائعه ومقرمشه، وهي الحقيقه غاليه بس صحيه يعني. ودي اهي، وناخد مدام منال. يا صباح الفل. الفل، اهلا بحضرتك. الجمال والعسل ده النهارده، منوره كده ومتعلقه بالكوبيبه الجميله دي. يا روح قلبي ربنا يخليكي ليا والله. انا مستنيه الطعميه، هو قاعده انا اهو والله. انا هعمل المصري النهارده سامحينا، والاسبوع اللي جاي هنعمل السوري. انا قاعده منتظراك اهو يا حبيبتي. اديكي مقدما يا حبيبتي. تسلمي لي، تسلمي لي يا مدام منال. عايزه بس اعمل برضو تهنئه صغيره كده، عيد ميلاد بنت اخويا طبعا دكتوره سمر. ما شاء الله ما شاء الله، كل سنه وهي طيبه وعقبال مليون سنه. بمناسبه عيد ميلادها سمر محمد. يا دكتور سمر كل سنه وانتي طيبه يا رب يعني، وعقبال مليون سنه حبيبه قلبي. كل الحب والتقدير يا مدام منال. شكرا ليك يا حبيبه قلبي، شرفتينا ونورتينا حبيبتي. بصوا بقى، حطيت كده 5 حبات، وبعدين اول ما تبدا تمام اروح ضايفه الخمسه الباقيين وكده تمام. حتى لو حضراتكم في البيت قبل العزومه، من الفريزر على الزيت، بتبرد الزيت شويه، نخلي بالنا بس من المعلومه دي، حاجات بسيطه بس بتفرق، حتى في القطايف، حتى في اي حاجه من المعجنات اللي احنا بنحتفظ بيها، سمبوسه مش بالضروره تسيبوه بره. انا بستغرب الناس اللي بتحطها بره، لما ترجع تاني عجينه وتبدا
تبقى بقى ايه البلل الفريزر او التجميده بتفك، فاللي بيتجمد ده بيعمل نسبه من الميه فاحنا مش عاوزينها. تعالوا ننزل مقادير الطعميه واحنا شغالين بقى خلاص في الكوبيبه بتاعتنا، وده شكلها. يلا بينا ناخد مدام سميره. حبيبتي صباح الفل. قولي يا حبيبتي. اهلا وسهلا، ازيك يا مدام سميره؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ وحشتيني حضرتك اكتر والله. اهلا بيك. تسلمي ايدك يا حبيبتي على الكوبيبه الحلوه دي. تسلمي يا عمري. بس تسلمي. انا كنت عايزه الكوبيبه اللي هي بتاعت اللحمه بقى. من عيني هنعملها والله، احنا هناخدهم بالتدريج. نعم هناخدهم بالتدريج اكيد طبعا. انا عايزه اقول لك الكبه النيه دي اتعزمت عليها بس ما اكلتهاش. ما قدرتيش. هي بس عايزه تعود وناس بتحبها، لكن احنا متعودين على ستايل معين مش هنقدر نغيره. بالظبط. انا عارفه، انا زيك والله. لا ما حبيتهاش وما اكلتهاش خالص. حبيبتي. يعني كانوا هناك في كندا على طول بيعملوها. ايوه مشهورين يعني. طب دي حاجه حلوه، بس اقول لك على حاجه، انا بصراحه بحبها يا كده يا في الفرن بصراحة يعني. حتى الطعمية حبيت اللي هي اللي باللحمة دي. طيب حلوة قوي بالسبانخ. تسلم ايدك. تسلم يا حبيبة قلبي، شكرا ليكي مدام سميرة. تنفع كمان صيامي العيلة. طبعا طبعا. انا دايما افكر فيكم، وانتي عارفة انتوا غاليين عليا كلكم يا مدام سميرة بجد. اخواتنا المسيحيين كلهم غاليين علينا يعني. ميرسي يا حبيبتي. تسلمي مدام سميرة. طيب. حضرتك بالصحة والسلامة يا رب، فحفظ الله حبيبتي. يلا بينا ننزل مقادير الطعمية المصري. طبعا لو عندنا بقى شويه كرات حلوين، شويه كام ورقه نعناع حلوه، الله الله. ولسه لما هينزل الفول الحراتي هنعمل طعميه الفول الحراتي. عايزه اقول لكم حاجه كده طعمها من الخيال. طيب يلا بينا نبدا ننزل مقادير. عندنا نص كيلو من الفول المدشوش. الفول لازم يتنقع كويس جدا 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 في ميه غزيره، وتتغير الميه على الاقل مرتين من قبل بيوم، معاها نص معلقه من البيكربونات الصودا خلاص عشان الغازات والحاجات دي. وبعدين عندي بعد كده بصلايه كبيره، واللي عايز يحط بصلايه او بصلتين وسط ماشي. 10 فصوص من الثوم تقريبا، راس ثوم صغنونه يعني. نص كوبايه بقدونس، يعني حزمه 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 من كل حاجه. النعناع خدوا منه كام عود، خدوا الورق بس، الورق بتاع النعناع. ربع كوبايه من الكرات، سواء كرات بلدي او كرات افرنجي يعني اللي هو الفرنساوي. وعندي ربع كوبايه من البصل الاخضر، معلقه كبيره بيكربونات بيكنج صودا، اسفه بيكنج باودر. ودي وقت ما هنيجي نقليها بقى، مش هتتحط مع المقادير دلوقتي، مش هينفع احطها في العجينه، ملحوظه هامه. طيب عندي بقى الحبهان، عندي الكزبره، الكمون، الملح، دول بنسب بسيطه لكن انا مش هضيف الحبهان الا برده بعد ما يبقى عجين. هعمل حشوه صغيره للطعميه اللي بيحب الطعميه المحشيه، عباره عن فلفل رومي مقلي وفلفل قرنين فلفل مقليين، وممكن يبقوا مشويين في الفرن عادي جدا، وطماطمايه مقليه او مشويه، وبصله مقليه او مشويه، والكزبره وشطه وملح وفلفل. وهنغطيها بشويه سمسم وشويه كزبره مدشوشه يعني، وشويه كزبره خضراء للي يحب. تعالوا بقى نسمي الله وناخد كده ايه. الاول هحط البصلايه هنا، البصل الحلو ده هنا كده، واخد كام فص ثوم، وعندي بصل اخضر. طبعا طبعا ينفع. طيب بس عشان احنا قلبناها حبايب قلبي، عايزينها الفها لكم. حاضر من عيني، بس كده نغير اتجاهها والله. طيب كده بالنسبه لي تسلم ايديكم، شكرا ليكم. شويه كرات، الكرات ده بيدي طعم حلو قوي للطعميه، جميل. وورق النعناع كمان، بس انا طبعا هحطهم كده ناشفين. عارفين ليه؟ عشان انا ده نعناع فريش بس مجفف، يعني سيبناه لما جف، فانا هحطه هيختلط وهيبقى طعمه يجنن. اللي عنده مجفف ما يجراش حاجه برده. طيب هاخد بقى شويه من الفول المدشوش. الفول ده لازم يطرى قوي لدرجه ان هو ينفش وتضاعف حجمه، ويبقى يعني طري بشكل كويس عشان يديني حبه كويسين. طب انا هفترض مع حضراتكم انكم مش بتحبوا قوام الكبه بالنسبه للطعميه، بتبقى محببه شويه، اقول لكم تعملوا ايه. هناخد الخليط ده هنحطه في الخلاط، وبعد ما هنحطه في الخلاط هنعمل ايه؟ هنزود، لا هنحطه في الخلاط للي عايز خليط ناعم زي بتاع الراجل وما عندوش امكانيه انه يفرمه في الفرق، يعني المكنه اللي بتلف دي. هنروح واخدين الخلاط وحاطين فيه كوبايه ميه وشويه من الخليط، وهنضرب تماما. وبعدين هجيب الطعميه دي اللي اتضربت الخليط ده كله، وهروح حطاه في شاش. عارفين الشاش الدبلان اللي احنا بنصفي فيه الجبنه؟ وهروح مصفياها واستخدمها
واخلص الميه اللي انا ضفتها عشان بس اتحرك الخلاط معايا وتخليه يشتغل. وبعد كده هتستمتعوا بالطعميه وادعوا لي. حطوا بقى بيضايه حلوه وادوها شويه المنكهات الجميله بتاعتها عشان تطلع حلوه. بصوا بقى الكوبايه دي، نشوف كده بس اخبارها ايه. بصوا هنا اهي لونها جميل ومش محتاجه يعني ان احنا نعملها كتير. بصوا اهي حبه كده حلوين اهو زي ما انتوا عايزين، جميله جدا 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 زي ما انتوا شايفين اهي. وهنطلعها بقى دلوقتي ونقدمها مع بعض. وتعالوا بقى ناخد كده الاول الملح والفلفل هنا معايا بعد اذنكم، رشه ملح حلوه طيب فول حلوين. بس انا مستنيه الايه الخليط يبقى مظبوط لان مش عايزه ارهق الكب. ورشه بسيطه من الكمون كزبره، احنا حطينا خضره، حط واحده برده. وخلينا نقلب بقى الخليط ده. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي بس اعدلها ممكن. بسم الله. طب هلفها الناحيه الثانيه يا جماعه، معلش معلش حبايبي استحملوني، تسلموا لي يا رب. بسم الله، يمكن هي كانت مرتاحه في الوضع ده واحنا قلينا راحتها. ايوه اهم حاجه راحتها عشان تطلع معانا المقادير مظبوط اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ايه ايه يا حبيبتي، نزل دول كده. فكره لطيفه برضو، ماشي نعمل كده. اوبشن متاح طبعا يا حبيبتي. لا 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 خالص دي. طيب خلاص لو عايزين تعملوا كده انا ما عنديش مشكله، بس لا ايه يعني. اهي الحمد لله نعمه وفضل من عند ربنا الحمد لله. بسم الله ايوه كده بسم الله. يلا بينا. هديها شوية هتلف ما تخافوش. خليني انزل دي، ممكن تكون بس السكينة. ايوه ماشي اطلعوا عقبال ما انا اطلع كمان دول، ما عنديش مشكلة خالص. يلا بسم الله. كوبيبة اهي قدام حضراتكم. بسم الله شايفين الجمال. وهنحط بقيتها برضو اهو شغالة عادي جدا اهو. هنحمر دول كمان وتشوفوها بعد ما نطلع الاستراحة. وانا مش هعمل حاجة خالص غير اني هزود بس هنا قليل من الماء اهو، شوية ماء صغننين بس كده. بسم الله ويلا نطلع الاستراحة ونرجع نستكمل، اكون بضرب فيها ونرجع نشوف بقى شكلها عامل ازاي. ورجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الفاصل. قالوا لي لا اعمليها في الخلاط، عايزين نشوف هتعمليها في الخلاط ازاي. ما هي زودت بس حاجه بسيطه من الميه وادي العجينه. بسم الله اهو مش حاطه كتير، شايفين بصوا الجمال اهي. شفتوا بقى لو بقى على الشويه دول اهو اهو كده احنا عملنا الاثنين اهو. شفتوا بقى الفكره اهو. هتصفوها بقى عشان بس انا مش جاهزه، بس ممكن مصفى عادي محمد يجيب لي مصفى. ودي اللي اتصفت، بصوا بقى المتصفيه بقت تقيله ازاي. هي فيها كان نص كوبايه ميه قد كده بس. بعد ما بس اخلطوها تاني شويه عن كده، انا ممكن اخلطها تاني بس انا مش عايزه ازعج حضراتكم. لكن خلينا ايه نبدا نشتغل في الثانيه بقى. بصوا هطعمها ازاي. هاخد بقى هنا البيض، الحاجات الحلوه دي كلها المفترض ان هي تتفرم فرم كده على الخشن. بصوا هرفع الزيت من هنا شويه صغيره
وتعالوا هناخد دول على الكاتنج بورد. انا عايزاه الحشوه تبقى شبه ايه باينه، يعني ايه باينه شويه. هناخد كده الفلفل ده، طبعا الفلفل بنقشر الايه القشره بتاعته، وباخده كده بالسكينه. بسم الله الرحمن الرحيم. هاخدها كده على النار او نعملها تشويحه بسيطه، احنا كل ده مقلي فهو خد الطعم. عايزين تعملوها مشويه هتبقى احلى واحلى. شايفين ازاي ده وناخد الطماطمايه هنقشر كده القشره بتاعتها اللي احنا اديناها شويه كده او تحميره، وطبعا هتبقى لحم بس كده مع الحشوه دي. اللي عايز يحط شطه يحط براحته خالص. وهناخد بصلايه واحده اهي كده كده، شايفين ازاي. اللي عايز بقى يحط قرن فلفل، ندخل بقى كل الحبه الحلوين دول كده مع بعض. للي عايز يعمل حشوه طبعا الفلفل القرن الفلفل المشطشط، في ناس بيبيعوها محشيه عاديه وفي محشيه حاره شويه على حسب ما حضراتكم تحبوا. اهو شايفين ازاي اهي. هنبدا بقى. حاضر حاضر. لا حول ولا قوه الا بالله، ربنا يستر ان شاء الله بفضل الله. اهو شايفين ازاي. خلاص مش هعمل كده تاني. ماشي اهو هناخد بوله بقى كده من الصغننين. ميرسي يا نودي والله جهزي لي الحاجات الحركات الحلوه اهو. بسم الله اهي. وهنبدا نشيل بقى الحشو ده كل دول، نوسع هنا عشان نشتغل في الطعميه. ناخد بقى هنا كده مسحه بسيطه وهبدا اخد. ادي الحشو وعجينه الطعميه موجوده عندي، وهاخد البيض وهاخد الكزبره والسمسم، وطبعا ضروري بوله فيها ميه عشان ابل ايدي واشتغل اهي. بسم الله كده. وهاخد بقى ممكن احط هنا بيضايه على العجينه بقى، انا هاجي دلوقتي اعملها جاهزه للاكل. خلاص هاخد كده بيضه، هاخد رشه من الكزبره. قلت لحضراتكم عندي رشه بسيطه من الكمون خفيف. عايزه اقلب بالشوكه كده. ايوه طيب حاضر. بصوا هاخد كده ادي البضايه، في ناس تحب تزود بس انا شايفه على الكميه دي بضايه كويسه كده. اللي عايز يحط جواها شويه كزبره خضراء ممكن. انا هطلع كده البوله الاخضر فين يا حبايبي. ايوه عشان ابقى اعمل على الشكل من بره اهو كده. هاخد رشه كده من الايه الكزبره، اصل الكزبره دي روح الطعميه روح الطعميه. بصوا بقى هاخد كده، ده لسه بقى في الطعميه اللي محشيه بيض يا مدام منال. هناخد عايزه اعملها بقى، انا هعملها قرص كبيره شويه. فبصوا هعمل كده وهعمل، شايفين ازاي اهي. اللي عايز يحط حاجه خضراء ممكن، بس انا هنا وادي الكزبره ممكن تبقى حبه عن كده. يلا بينا. بسم الله هنا. يلا بينا نعمل بقى واحده كمان. مع الماما مش على النار. معلش. بصوا بقى اتحسدنا صح. بصوا هاخد الحشو اهو وهقفل، هقفل عليها اهي. حشيت حبه من الحشو الحلو ده خلاص تمام. وتعالوا كده هاخد كده
شايفين ازاي؟ وناخد تاني وهكذا. انتوا بقى زي ما تحبوا، عايزينها صغيره ماشي، عايزينها. حاضر حاضر يا سبايدر، هعمل بس واحده محشيه كمان. بنقفل كده، نكور، نقفل بس على الحشوه بس. في بقى واحده تانية بيعملوها زي الكفته، صوابع كده، شايفين؟ اصل انا لقيت هديه بتحب الطعميه القرص الكبير، قعدوا يجيبوا القرص الكبير، القرص الواحد بيبقى كافي للفطار جدا، صح يا دودي؟ والمحشيه كمان، فيعني حاجه رائعه. ممكن نعمل واحده بقى بالكزبره الخضراء بس، تعالوا كده هنا محشيه عشان اللي عايز محشي بس. اهي المحشيه ماشي، عشان تبقوا انتوا ايه يعني، كل اللي عايز حاجه ما يبقاش نفسه في حاجه. حطينا الحشو زي ما احنا عملناه. لازم اعرف اضحكوا، لازم تقولوا لي. كده اهو، وهنقفل. خليني بقى اخد من دي كده حاجه مختلفه بقى شويه، واحده فيها الخضرة دي. بسم الله، برضو رشه سمسم مش هتقول لا يعني، خفيفه كده. طيب تعالوا بقى ناخد ايه، هذا المنقط، شايفين اللون؟ الله الله، محشيه سبايدر اهي. عايز طائره هطلعها ايه اهي. بسم الله، نعمل كام واحده برضو. بس الطعميه دي مزاج برضو، بس عايز اقول لكم انا بحبها بكل انواعها. تمام، لا لا لا، هنكمل الطعميه بتاعتنا القمر. وعايزين بقى ايه، نتكلم عن الوصفات اللي احنا عملناها. طبعا الكوبيبه، عشان لسه في ناس ما اتصلت قالت احنا عايزين مقادير الكوبيبه تاني، اسفه، اللي هي عملناها بالبطاطس يعني. نزليها تاني يا نودي، واحنا دلوقتي بنعمل الطعميه المصري، وهننزل برده مقاديرها. ماشي حبايبي، بصوا كده لسه حاجه بسيطه، نكمل. شفتوا بقى اللي في الخلاط؟ انا عايزه اضرب بس شويه اللي في الخلاط دول. بصوا بقى بقت عامله ازاي، هصفيها في مصفى لو ما عندكوش الشاشه، الشاشه بس اداء فبتخلي القوام حلو اهو، شايفين ازاي؟ خلاص ده اللي انا اقصده قدام حضراتكم، وبعدين نصفيها وشكرا. هترجع خليط الطعميه رائع، عشان الكبه ساعات لو الفول ما اتنقعش حلو تلاقوه في قوام محبب شويه كده. ودي اللي حمرنا فيها الطعميه، اللي عملنا فيها الكزبره الايه الخضراء على الوش. نكمل بقى، وهنعمل بقى كام رغيف كمان، بس انا اللي عايز صغيره بنعمل سندوتش عايز صغيره يا سبايدر. اصل انا عاملاها محشيه النهارده، طب اعمل ايه؟ مش عارف اعمل لهم يا مدام منال الصغيره دي، ولا ما اعملش، ولا اعمل ايه؟ استاذ محمد عايز واحده ساده؟ حاضر يا فندم، من عينينا استاذ، ده احنا عينينا الاستاذ محمد المحترم، انت تؤمر يا فندم. بصوا كده كلكم على راسي من فوق. عايز اقول لكم ان انا يعني بعتبر نفسي والله بامانه محظوظه. القناه دي على الرغم ان في ناس تدي يعني بتتكلم عن انه ممكن الانطباع يكون عنها انها بما انها قناه الاهلي فاذا الناس كلها متشدده ويعني كده، بسمع الكلام ده كتير، بس الا اني عايزه اقول حاجه، القناه دي مميزه في كل الناس اللي موجوده فيها، من اول فرد الامن لحد رئيس القناه والمسؤولين عن هذه القناه، من الادب والاحترام والتعامل الراقي والتعامل مع المشكلات كمان. يعني الناس هنا تحسوا كلهم جايين شبه بعض، كانهم متربيين في اريا واحده تقريبا كده، بيقولوا ايه، ايوه، يعني قريبين في الشخصيات والفكر والتربيه من بعض جدا. ف
فتلاقوا كل واحد بيتعامل مع المشكله كده، فتقولي هو ما ده رول ولا هم كده ولا ايه. وبعدين الصعوبه في انك تنفع تعمل اي حاجه في اي حته، ودي حاجه انا بحترمها جدا الحقيقه في المكان، لانه ده بيحافظ على شكلنا قبل اي حاجه قدام حضراتكم من ظهور اي حاجه ممكن تتعرض على شاشه قناه الاهلي حقيقي بجد. وطبعا تحيه لكل العاملين بيها والقائمين عليها بجد، كل الحب والتقدير لحضراتكم، وشكرا جزيلا للتعامل مع المشكلات بشكل راقي ولاخلاق الناس الموجوده. انا بشكر حضراتكم بجد، انا انسانه محظوظه. بصوا كده، نزل مقادير الكبيبه اذا تكرمتوا. دي ساده، نعمل واحده كده ساندوتشين لو عايزين، شويه كزبره كده. عندنا بقى المقادير على الهوا، حضراتكم تصوروها يا ريت عشان نبدا ايه. قولوا لي بقى، نص كيلو برغل ناعم، عندنا كوبايه ونص من الميه، بصله مبشوره، اتنين بطاطس مسلوقه ومهروسه، معلقتين كبار من الدقيق او ثلاث معالق او معلقتين نشا، معلقه كبيره هريسه ودي اختياري، كمون وملح وفلفل اسود. طبعا الطعميه امزجه، بس انا هقول لكم ان احنا هنعملها بوصفات تانية كتير. الطعميه السوري كمان ليها طعم مميز، اهم حاجه في الطعميه السوري نقع الحمص والتعامل معاه. حشوه الكبيبه حشوه جميله، انا عملتها بالخضار والسبانخ، تقدروا تجملوا الخضروات دي بمثلا ريحان. انا حطيت سبانخ مفرومه، وحطينا بصل مفروم وملح وفلفل احمر مفروم، وكوبايه من دبس الرمان، وكوبايه رمان، نص كوبايه من دبس الرمان او تقريبا معلقتين. عندنا زيت زيتون طبعا، ومعلقتين كبار من دبس الرمان، دول اختياري. تعالوا كده نطلع دي، بصوا الجمال. الناس اللي ما بتقدرش على المقليات يا جماعه اعملوها في الفرن ارجوكم لو سمحتوا، ادوها رشه زيت واعملوها في الفرن. انا عارفه ان في ناس كتير مرضى كبد، مرضى. طيب يا حبايب قلبي، بصوا كده هناخد كده اهو، انا خلص بس الكميه اللي عندي، عملت ساده عشان خاطرهم وصغرت شويه سبايدر والله على قد ما قدرت يعني، عشان تبقى بس ماشيه مع بعض. انا هعمل لك ساندوتش حلو كده. طيب بس طبعا عايزه ابعت تحيه برضو لاهل اسكندريه، عشان احلى فلافل بناكلها هي في اسكندريه، صح ولا ايه؟ صح، بس كده انتوا معايا يعني. تعالوا بقى ايه، نجيب رغيف كده ولا حاجه، بس انا بقى قررت ان انا اعمل سندوتشات. نعم يا حبايبي، احنا نعمل سندوتشات، ايه رايكم؟ تيجوا يلا بينا نعمل شويه سندوتشات، الناس تاكل على طول. يا فندم. حاضر يا فندم، تؤمر يا فندم. شوف العيش طازه وكله تمام، كله تحت السيطره يا فندم. بسم الله. تقريبا محمد شرب المشروب بتاعي، صح؟ طمعت فيه يا محمد، قول الحقيقه، شاور على قلبك، انا عارفه. حيث اني لا لقيته ولا لقيت الكوبايه، اذا انت اخذته بالكوبايه يا محمد. بسم الله، ننضف بس كده عشان نعرف ايه، نحشي بقى سندوتشات جميله كده. يلا بينا، بسم الله، نلبس بقى الجلافز ونشيل كام طعميه الحلوه دي. فين المرقط؟ عايزه تطلع يا فندم. استاذ فضل، انا بشكر سيادتك، ربنا يسعدك يا فندم، الشكر لله وحده يا فندم. كده يا نهار، تعالوا بقى، حلو قوي. تعالوا بقى نطفي ده، نعملهم سندوتشات يا ولاد. انتوا قطعتوا لي شرايح حاجات ولا لا؟ ها يا ندى حبيبتي، هات لنا بقى طماطمتين في السريع وقطع جوه، اخد. يا سلام، رجل هذا الرجل ورجاله قليله يا سيدي. ماشي، والجرجير فين يا محمد؟ يا سلام، الله العظيم،
ناس محترمة آخر الاحترام حقيقي بجد والله حقيقي. نهار أبيض حاطط لي الجرجير عشان كمان بصوا ما ي... ما ي... ما ي... ما, ي... ما يتبلش. يا سلام يا نهار أبيض. لا لا الموضوع ده يلا بينا بسم الله. تعالوا بقى ماشي حبايبي. بصوا بقى هناخد الساندوتش ده هعمله كده هدخل دول هنا كده شايفين. سبايدر بيضحك. ايه حلو يا سبايدر ولا انا عملت غلط ولا ايه نظام؟ طعميتين حلوين كده يا اولاد حلو كده. هو كله طمعانين فاكتر من كده. تمام عايزين ايه تاني؟ شويه جرجير بقى يا سيدي. تسلمولي يا حبايب قلبي والله. شويه جرجير يا سيدي الله اكبر. هو ده الكلام. تعالوا ناخد واحد تاني. ايوه بقى هو ده الكلام. ممكن للناس اللي عندها مشكله مع الكارب نديهم نص واحد بس من دلوقتي على طول. اعمل من عيني. ده انت على راسي يا استاذ فضل والله والله العظيم. كل فريق الاخراج ناس متميزه ومحترمه جدا وكل اللي موجودين في الكنترول حقيقي ببعت لهم تحيه من قلبي بس مش هقول اكتر من كده. العامل النسائي هنا قليل ولكن عارفين القليل المؤثر فعلا. بسم الله ده. حاضر والله فاكراك ما تخافش. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام طبعا لازم تتاكل الجرجيريه دي بالعروق كده عارفين كده حاجه كده. ايه اخر طمام. يا نهار ابيض ناخد واحد كمان. ناقصنا مين بس اللي كان عايز يحب الاكله دي؟ انت بس. طيب حاضر. بسم الله اهو ناخد كده. يا نهار ابيض على الجمال. ايه بقى قولوا لي كل بسم الله. عندي مشكله استاذ سمير. يا نهار ابيض. طب قولوا لي بقى عشان عايزه ابعت لكم تحيه بجد والله بجد. استاذ محمد دكروري واستاذ احمد فضل وكل الاساتذه اللي موجودين وطبعا استاذ سمير. استاذ سمير ده يعني حد كده باول الناس اللي ادتني انطباعه اول ما دخلت القناه. اول واحد عمل معايا حلقه كان استاذ سمير ربنا يديله الصحه يا رب. فطبعا يعني كنت سعيده جدا اداني كده انطباع رائع حسيت ان انا مرتاحه. فطبعا خلوا بالكم مش اي حد يبقى في اي حته يدي انطباع ايجابي عن المكان على الرغم ان ممكن المكان يبقى كويس بس الاشخاص هي اللي مش تمام. ومعانا محمد عماره طبعا تحيه ليكم تحيه كبيره كبيره بجد. بصوا بقى نعم اكمل خلاص. بصوا كده شايفين يا امامير. تعالوا بقى ناخد شويه الطعميات الحلوين دول. هناخد كده شويه من الجرنش الحلو ده ويلا بينا. وهناخد بقى فاصل كده استراحة بسيطة نقدم فيها مع حضراتكم فقرة الطبية اللي انتم متعودين دايما عليها واللي دايما يعني بيبقى فيه أسئلة بتجيلنا حضراتكم بتبقوا منتظرين الإجابة عنها. أتمنى يا رب أن النهاردة يعني نكون إيه وعدنا ووفينا. الطعمية المصري بكل سهولة عملناها في الخلاط. دي شوية مية هتلاقوها مطحونة وناعمة هتصفوها بعد في مصفى أو في دبلان تعملوا العجينه زي ما انتم عايزين. ضيفوا بقى بيض ضيفوا اي يعني توابل بتحبوها. طبعا ما تنسوش لو في النعناع. النعناع مدي طعم وريحه حلوه قوي للطعميه. فارجو ان حضراتكم تضيفوه وصحه وهنا على قلبكم. وعملنا النهارده الكوبيه بطريقه بسيطه. تعالوا بقى يلا نطلع لاستقبال الفقره الطبيه في انتظار حضراتكم بعد الاستراحه.